السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالإخوان الكرام في هذا البث المباشر الليلي اللي غادي نتحدثوا فيه وغادي نعلقوا على قرعة كأس إفريقيا للأمم كوتيفوار 2023 والتي ستجرى بساحل العاجل كوتيفوار إن شاء الله العظيم، ونتمنى أن تضم مباريات قوية وكذلك حضور كبيرة للمنتخب الوطني المغربي. إذن نتعرف على مجموعة المنتخب الوطني المغربي اللي كيكون في المجموعة F اللي كتضم المغرب والكونغو والزامبيا وتنزانيا. قراءة أولية في هذه المجموعة F تظهر أن يعني مجموعة في المتناول بالنسبة للفريق المغربي، طبيعة الحال أقوى فريق هنايا في هذه المجموعة هو المنتخب الوطني، يليه فريق الكونغو ثم زامبيا ثم تنزانيا. البعض يعني يقول أن زامبيا أقوى من الكونغو، إلا أنني بحكم المتابعة للبطولة ديال الكونغو الديمقراطية والمحترفين ديال الكونغو نقول أن الكونغو تاني المجموعة ثم زامبيا ثم تنزانيا. بطبيعة الحال هذا في انتظار المفاجآت التي قد تأتي أو لا تأتي. إذن كذلك نمشي ونتعرف على باقي المجموعات وباقي الفرق. كما تشاهدون هناك ست مجموعات، مجموعة A التي تضم الكوتيفوار ونيجيريا وغينيا وكذلك غينيا بيساو والغينيا الأخرى. إذن جوج ديال غينيا غادي يكون في المجموعة A. طبيعة الحال المجموعة A حظوظ كبيرة للكوتيفوار ونيجيريا. طبيعة الحال إلا أنني أرشح مرور نيجيريا أولا ثم الكوتيفوار، رغم أن الكوتيفوار بلد المحتضن. الجروب B مصر وغانا والكاب فار والموزمبيق. طبيعة الحال حظوظ لغانا أولا ثم مصر وباقي الحدود ربما ما بين الرأس الأخضر والموزمبيق. مجموعة السي السنغال والكاميرون وغينيا وغامبيا. طبيعة الحال لا نقاش مع السنغال والكاميرون. المجموعة دي الجزائر وبوركينا فاسو كل الحدود ليوسف ودايو. موريتانيا وأنغولا هنا الحدود كبيرة لي مرور الجزائر وبوركينا فاسو. مجموعة أو تونس ومالي وجنوب أفريقيا وناميبيا. إذن هنا تونس ومالي رغم حضور جنوب أفريقيا صراحة. مجموعة F المغرب والكونغو وزامبيا وتنزانيا. هنا الحضور ديال المغرب والكونغو. أقوى المجموعات مجموعة A اللي كتضم الكوتيفوار ونيجيريا، المجموعة كذلك B اللي كتضم مصر وغانا، ثم مجموعة C السنغال والكاميرون، والمجموعة D الجزائر وبوركينا فاسو، والمجموعة O تونس ومالي وجنوب أفريقيا. أسهل مجموعة هي المجموعة الأخيرة F بالنسبة للمغرب. أسهل مجموعة هي المجموعة F، المجموعة نتاع المغرب، يعني أضمها أسهل مجموعة بطبيعة الحال بالنسبة للمغرب. إذن نمشيو نشوفوا التوقيت اللي غادي يلعب فيه المنتخب الوطني المغربي. هو غادي يلعب إن شاء الله العلي العظيم في يناير 2024، غادي يلعب الساعة السادسة أول مباراة تنزانيا على الورق محسومة للمغرب. مباراة بعدها بأربعة أيام المغرب غادي يواجه
المغرب غادي يواجه كونغو الديمقراطية. إذن الساعة الثالثة الحرارة مهم، نتمنى خير. هذه مباراة قوية، هذه مباراة قوية، وعامل المناخ في صالح الكونغو. عرفش اش داروا الثلاثة، ربما مواعيد المباريات بالنسبة للملعب والتناوب عليه. إذن المباراة الأخيرة في التاسعة مزيان مساء ما بين زامبيا والمغرب، هذه مزيانة طبيعة الحال للمغرب. إذن كل الحظوظ هنا للمغرب من أجل المرور إلى الأدوار الموالية إن شاء الله العلي العظيم. كذلك المنتخب المغربي يستعيد كل استعداد لهذه المباريات ولا خوف عليه، ونتمنى له الخير. ومغرب وهو منتخب قوي، وكما شفتوا هذه النظرة ديال الحكيمي بغيتكم تشوفوها عند إعلان أن المنتخب المغربي في المجموعة الأخيرة، ابتسامة حكيمي، وحكيمي طبيعة الحال كما قال يريد اللقب الإفريقي إن شاء الله. وكما كتشوفوا هذه الصورة ديال الحكيمي في الكوتيفوار والتميمة، الفيل الإيفواري، تميمة كأس إفريقيا للأمم بالكوتيفوار 2024. وكما كتشوفوا حكيمي متواجد في القرعة ومتواجد في الساحل العاج أو ببلد الفيلة. إذن كل التوفيق للمنتخب المغربي إن شاء الله. عنده مباراة ودية أمام الكوتيفوار من أجل التجريب، من أجل طلع المناخ، انسجام فريق مغاير، لاعب مغاير. نتمنى للفريق المغربي الفوز، ونتمنى كذلك السيد وليد الركراكي يلقى واحد التوليفة مناسبة باش يلعب بها إن شاء الله كأس إفريقيا الأمم 2024 بالكوتيفوار. كذلك نديروا واحد الإطلالة، كذلك على المجموعات، ونشوفوا حظوظ منتخبات العربية إذن بالنسبة للمجموعة ما فيهاش منتخب عربي، ومع تواجد فريقين من غينيا الاستوائية وغينيا بيساو. كذلك المجموعة السي ما فيهاش منتخب عربي، مجموعة او فيها المنتخب التونسي كل التوفيق، وعنده حظوظ كبيرة باش يفوت اما هو مالي واما هو جنوب افريقيا. المهم منتخب التونسي متواجد. مجموعة ب فيها الجزائر، وكل حظوظ الجزائر وغانا من اجل المرور مع 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 تواجد الكاب فير. الكاب فير دائما تخلق المفاجأة، وربما ستخلق المفاجأة في المجموعة ب. المجموعة د هناك منتخبين عربيين، الجزائر وموريتانيا. كل حضور الفريق الجزائري وموريتاني لأن الورق يقول مرور المنتخب الجزائري ومنتخب بوركينا فاسو. أتمنى مفاجأة منتخب موريتاني إن شاء الله. المجموعة F فيها المنتخب المغربي، طبيعة الحال كل حضور الفريق المغربي للمرور إلى جانب منتخب الكونغو إن شاء الله، أو منتخب زامبيا كذلك عنده حظوظ وافرة باش يمر الأدوار الموالية. إذن إن شاء الله نتمنى التوفيق للمنتخب المغربي، التوفيق للسيد وليد الركراكي، والتوفيق للجماهير المغربية والشعب المغربي من أجل الظفر في كأس إفريقيا للأمم 2024 بالكوتيفوار. مجموعة في المتناول، وكل حظوظ الفريق المغربي للمرور الأدوار الموالية إن شاء الله. مهم قراءة ديالنا أنها مجموعة سهلة، من أسهل المجموعات. المجموعة ديال المنتخب المغربي من أسهل المجموعات، وإن شاء الله غادي نفصلوا ونشرحوا ونملحوا ونشوفوا نقاط القوة ونقاط الضعف بالنسبة لهذه المنتخبات. لذلك الحين استودعكم بالله، ليلة مباركة، وخليونا لي كومونتير وهو الواتساب اللي بغيتوا تتواصلوا معنا وناقشوا معنا في لي كومونتير هذه المجموعات والمجموعة ديال المغرب خصوصا والحظوظ ديالو في المرور الأدوار الموالية. أنا كنقول منتخب مغربي إلى جانب الكونغو، وانتم شوفوا شنو يقولوا. تحياتي وتبارك الله عليكم، الصبح على خير، شكرا.